صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 96 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه أنه يعاد تشكيل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برئاسة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله الخليفة وعضوية كل من علي عبد الله العرادي نائبا للرئيس إبراهيم داود نونو الدكتور مجيد محسن العصفورة الدكتور الصادق عمر خلف الله صلاح يوسف الجودر سوشيل مولي جمال محمد محمود عبد السلام عبد اللطيف الدكتور السيد محمد علي الحسيني، نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوزو جيسوت، والدكتور الحاخام أبراهام سكوركا، نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.